شوف يا حبيبي، مشكلة الناس أنهم لا يفكرون بقيمة الحسنة يوم القيامة. أشغلتنا الدنيا حتى أصبحنا نفكر بقيمة الريال، عشان كذا مستعدين نتغرب، مستعدين نسافر، مستعدين نطلع 12 13 ساعة في اليوم، مستعد حبة كل شيء من أجل أن نحصل قيمة الريال. وأغفلنا أو غفلنا غفلنا الشيطان عن أهمية الحسنة يوم القيامة. الله، شوف يا حبيبي، الحسنة يوم القيامة. الله قال: يفر المرء من أخيه وأمه وأبي. أمك هذه حبيبة قلبك اللي أنت تدفع روحك لها الآن في الدنيا، ترك يوم القيامة تشوفه وتهرب منها. الله، ليه تخاف أن تقول عطني حسنة؟ ابنك تقول نفس الشيء. كذلك أهل الأعراف، شو معرفة أقول شيء دكتور؟ لا. أهل الأعراف ذولا ناس تعدوا الصراط، خلاص ذولا يعتبروا منها الجنة. نعم. يحبسون على يعني على على ضرب بينهما بباب، بسور له باب. هالسور هذا اسمه الأعراف. نعم. يوقفون عليه إلى ناظروا يمينهم شافوا أهل الجنة، لكن ما يقدروا يروحون، ممنوعين، استبر لسه ما أذن لك. وإذا نظروا اليسار شافوا أهل النار يخافون، يا الله، لكنهم لن يرجعوا إلى النار خلاص. هذول يحبسون على هذا الصراط، يمكن يقعدون أسبوع، 10 أيام، 20 يوم، الله أعلم. المشكلة والشيء أنه اليوم الواحد يوم القيامة عن 1000 سنة. الله، يعني لو قيل له اقعد 10 أيام معناه بيقعد 10000 سنة ما دخل الجنة. يا الله، ليش؟ تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. يعني لو زود حسنة ما وقف هذا. يا الله، فلذلك من المهم جدا الإنسان يهم يعرف قيمة الحسنة، لازم تعرفها. يوم الحسنة يوم القيامة ترى يوم القصاص. كم واحد اغتبناه في حياتنا، كم واحد أخطأنا عليه، كم كلهم بيجون يوم القيامة يأخذون من حسناتنا. فإذا ما أنت عندك كمية حسنات، أنت ما راح تدخل الجنة ترى إلا برحمة الله سبحانه. هذا خذ قاعدة، لكن هذه الحسنات تدفع عنك البلاء، تعطيك النور يوم القيامة، تحدد منزلك في الجنة، يعني لها قيمة. الله، ولا ما وش الفائدة منها إذا ما لها قيمة؟ علشان كذا اللي يبغى الحسنات يستثمر المواسم هذه. لازم تعرف أن العشرة دي هي فرصة. الله يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ماذا؟ أن يخفف عنكم. الله، وخلق الإنسان ضعيفا. فمن باب التخفيف يعطيك الفرص الحلوة. الله، فلا تفرط فيها، خاصة صيام يوم عرفة إذا كانك من بحاجة. هذا عاد يعني انتبه لأنه يكفر ذنوب سنتين ويعطيك خير. الله يجزاك خير يا شيخ، رعاك الله، شكرا.